بما ان تخصص حضرتك هو ماده الفيزياء، يعملوا ايه الطلاب عشان يتعاملوا مع ماده الفيزياء؟ ازاي يذاكروها؟ ازاي يتفوقوا فيها وهكذا؟ بما اني بدرس الفيزياء فالطالب ازاي يذاكر فيزياء؟ طيب الاول بس يعني نقول ان مشكله الفيزياء مع الناس ان هي ماده بتجمع ما بين الجزء النظري وجزء مسائل القوانين يعني. فاولا انت مثلا لا تقدر تحفظها بس ولا تفهمها بس، فالحفظ والفهم الاثنين مهمين، فدي نقطه مهمه عشان احنا بنتكلم النظام الجديد. الفهم شيء ضروري بس معرفه المعلومه كمان شيء ضروري بالنسبه لك يعني. طيب هل الفيزياء هي اصعب مواد الثانويه العامه؟ والله حسب انت هتبص لها ازاي يعني. انت حسب طريقه تعاملك مع المواد، عايز تفهم اكتر، لا انت بتحفظ اكتر، بحل كتير ما بحلش كتير، ساعتها انت هتبص للفيزياء بشكل معين يعني. تمام. طيب مذاكره الفيزياء زي ما قلنا قبل كده، النظام الجديد طريقه مذاكرته مش زي قبل كده يعني. انا النهارده باخد درس معين، اولا زي ما قلنا بختار مدرس قوي في الماده فاهم كل حاجه، ده شرط اساسي عشان نقدر نبني عليه بعد كده. حضرت الدرس، وظيفه الدرس مش ان انا اعرف المعلومه بس، معلومه في الكتب، وظيفه الدرس ان انا اطلع فاهم كل المعلومات اللي اتقالت، فاهمها كويس. طب انا لو ما فهمتش المعلومه اسال فيها، طب انا روحت البيت ذاكرت ما فهمتهاش ارجع اسال فيها. طول ما الطالب بيسال طول ما هو بيوصل. يبقى احنا دلوقتي احضر الدرس بتاعي، هسمع المعلومه هفهمها كويس، هسال فيها، هروح احاول اطبق على طول ما استناش. لان لما الطالب بيطلع من الحصه بيكون اكتر معدلات تذكر، لسه فاكر المعلومه وفاكر المدرس اللي معاه قالها له ازاي، فهو يروح مباشره يبدا يذاكر. طب هنذاكر ازاي؟ دلوقتي انت خدت المعلومات وفهمها، بقوم مطلع معايا الكتاب اللي بذاكر منه، او لو المستر عامل لي مذكره بيكون فيها الملحوظات دي، او لو انا بكتب وراه بحطها كلها قدامي وبقراها مره واثنين وبراجع عليها وافهمها واخد وقتي. مشكله ان الطلبه مستعجلين، لا انت ذاكر الدرس في ساعه خليهم ساعتين، كويس ساعتين تمام اذاكرهم واعرف الملحوظات كلها، هبدا احل. هيبقى لنا اسئله عاديه سهله احلها واسئله متوسطه. انا بقيس قدرتي بقى في الماده دي لما يقابلنا اسئله شكلها جديد. اولا قلت قبل كده ان المدرس مش دوره انه يدي للطالب الامتحان، خد الامتحان اهو، لا دي محدش يقدر يعمل كده في النظام الجديد. بس احنا نقدر نعلم الطالب ازاي يفكر كويس لو جاله اي سؤال صعب، سؤال جديد. فهو لما يوصل يعمل الاسئله دي ما هياش بقى يأس من اول مره كان ما عرفش يحل السؤال، ادي نفسك فرصه واثنين وثلاثه، ولما الدنيا خلاص بقى تضيع معاك ارجع للمستر بتاعي اشوف ده معلش حل السؤال ده. يبقى انا بذاكر بالفهم المعلومات قدامي عشان ليه بحط المعلومات قدامي؟ ليه دايما احط القوانين للطالب على السبوره؟ عشان اقول له انت مش مهمتك هنا الحفظ بس، او مش عشان انت حفظتهم هتحل، لا انت عرفت القوانين حفظتها شيء ضروري، ما حفظتهاش مكتوبه قدامك تحفظها من مره واثنين. اهم حاجه انت بتعرف تتعلم ازاي، وده اساس ممكن نبنيه مع الطالب من اول سنه، نعلمه ان هو ازاي يفكر في الماده يعني. فانت عايز تحل فيه صح انك تفهم كويس الماده، مفيش حاجه اسمها انا مش فاهم دي خلاص، تسال فيها مره واثنين وثلاثه، المعلومات دايما موجوده قدامي، برجع ابص عليها، ببدا احل، باخد وقت في الحل. ودايما عود نفسك على حته ان ما يكونش في ملل من المذاكره. الطالب يقول لك انا مذاكرت ساعه النهارده، لا انا هقعد احل، انا مش هقول لو ما خلص ده حل. تاخدهم بقى في ساعه، تاخدهم في ساعتين بالطريقه دي، مره ورا الثانيه ورا الثالثه هتلاقي ان الماده معاك مش زي الاول، ايه دي كانت صعبه عليا دي بقت سهله. وخصوصا ان التفكير ده بيزيد واحده واحده. انت لما تدخل في المنهج وانت بتفكر من الاول فصل ورا الثاني، انت بتلاقي تلقائيا انت بقيت بتفكر، بقيت مش مستصعب الاسئله، عاد الاسئله اللي بيقف معاك مش زي الاول. اول سنه كان بيقف معايا 20 سؤال، لا والله ده انا بعد شهرين بيقف معايا سؤالين ثلاثه. كل ما كان الاسئله تقف معاك اقل معناها انك دلوقتي تقدر توصل متواصل مع الماده بشكل احسن. ولما ترجع بقى تراجع الماده مره واثنين وثلاثه بتوصل لاحسن حاجه في الماده. فالفيزياء مش صعبه، انت بس هتبص لها من انهي ناحيه ومن انهي منظور، فانت اتعامل معاها بفهم ان هي مش ماده انا هحفظها بس، لا ده انا هفهم واعرف معلوماتي وهتعامل معاها بشكل بسيط وبشكل سهل. واصبر، الصبر مهم، الطالب بيصبر على نفسه خالص، مفيش حاجه بتيجي من مره واحده، مره واثنين وثلاثه، ودايما اللي تعطل فيه مدرسك موجود معاك يفهمهولك، وان شاء الله باذن الله تقدر توصل فيها لاحسن مستوى تتمناه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. تسلم لنا جدا يا باشمهندس. طيب يا باشمهندس لو حضرتك حابب توجه نصيحه واحده بس للثانويه العامه هتكون ايه؟ طيب انت بتقول لي نصيحه واحده، طبعا هو في ناس افضل كتير قالوا نصايح كتير احسن مننا طبعا. انا بس هتكلم في نقطه واحده تمام، مش عارف يعني حد اتطرق لها قبل كده ولا لا، بس انا والله بشوفها سلبيه كبيره جدا، واعتقد ان شاء الله لو اتغيرت مع الطلبه هتفرق معاهم شويه. ايه المشكله اللي انا بشوفها ديت؟ طول الوقت الطالب مستني الدعم. طب في مشكله بدي حاجه كويسه بتضركم كمدرسين تدعمونا وكده؟ لا مش دي المشكله. الطالب مستني الدعم في كل لحظه يعني.
دلوقتي احنا المفروض ندعم الطلبه بتوعنا، نقدم لهم الدعم سواء دعم معنوي او ندعمهم في الماده او لو طالب عنده مشكله نساعده، ده امور ما فيش خلاف عليه. بس كل حاجه لها حدود. يعني ايه؟ يعني انا مبقاش الطالب عندي مقصر في حق نفسه وما بيذاكرش واطلع اقول له ما يهمكش هتوصل لحلمك هتحقق حلمك. طب ما انت كده بتضحك عليه. طب ما تطلع الطالب في اللحظه دي وتقول له لا انت كده بتضيع فرص منك، ارجع ذاكر كده حرام عليك مجهودك. فالدعم لازم يكون بحدود. انما الموضوع بقى مستغل بشكل سيء جدا. ايه طالب مثلا يقدر طول السنه ما يذاكرش وجاب الامتحان بيقول له انت تقدر تحقق حلمك، هو مش هيقدر يعمل حاجه. لازم تخليك واقعي مع الطالب. بدعم الطالب ماشي، ليه بدعمه كل لحظه؟ ليه الطالب بقى مستني كل ما يحل سؤال عايز حد يقول له انت كويس؟ طب ما هو يحل السؤال بتاعه تمام. هو اصلا الطالب ايه وظيفته؟ يعني الطالب بيقول لك انا بذاكر، هو ايه وظيفته اصلا؟ هو وظيفته انه يذاكر اصلا. فالدعم اصبح اللي هو الطالب بقى شايف انه حق مكتسب. هو انت لازم تقول انك كويس، يبقى انت كمدرس مطالب تسيب الماده العلميه بتاعتك وتقعد تطبطب على الطالب. طب ما ده بيضيع دلوقتي وبيضيع مجهودنا، وفي نفس الوقت بيخلي الطالب طالب التكالي. تمام. طب ده بيعمل ايه في الطالب؟ بيخلي الطالب عنده قله ثقه في النفس، مش واثق في اي حاجه خالص. ليه؟ هو طول الوقت مستني كل الناس تقول له انت كويس انت حلو انت ذاكرت النهارده، فجه في مره ذاكر ساعتين ومحدش قال له حاجه، فحس ان في مشكله عنده كده، انا كده ما الناس ماشيه انا كويس. فانا والله شايف دي سلبيه كبيره جدا جدا. ويا ريت يعني لما نقدم الدعم بعد كده للطلاب نقدمه بحدود، وما نضحكش على الطلبه وما نظلمهمش معانا، لان الناس دي بتتعب واولياء الامور بيتكلفوا عناء سنه وتعب وضغط وماديات. فانت ما ينفعش تبعد ده كله علشان اسباب تانية معينه تسرح بالطالب، ولا يكون كل حصتك كلام عن اللي هو انت بتدعمه بكل حاجه وسبب مادتك. فالطالب الدعم يقدم بحدود، ما نضحكش على الطالب. تمام. والطالب ما تديش فرصه لحد يضحك عليه. انت خد الدعم من نفسك، انت اكبر داعم لنفسك. ليه؟ انت قبل ما تخش الثانويه العامه انا بحدد والله هدف، انا محتاج اجيب مجموع كذا عشان ادخل كليه كذا. اللي مستني الدعم دايما من الناس، لما الناس بتسيبه بيغرق مره واحده. فانا والله لو فعلا حد بيطلب مني نصيحه واحده مهمه هقول للطالب اعتمد على نفسك 100%، ما تستناش الكلام من الناس وما تستناش الدعم من الناس، انت تقدر تدعم نفسك بنفسك. ودايما خلي لك هدف، لما تحس ان الامور زي معاك ارجع فكر في الهدف بتاعك، انما انت مش كل شويه مستني الناس تدعمك. كلمه كمان للمدرسين لفضل زمايلنا، بلاش تضحك على الناس، بلاش يبقى جالك طالب مقصر وانت تعامله على انه مثلا الاول على الجمهوريه، لا عامله على انه مقصر وانصحه، حتى لو تنصحه بطريقه هاديه بس تنصحه، تشد عليه شويه، مش انك تدعمه او تقول له كلام انت تضحك عليه اكتر. والطلبه من النوعيه دي الكلام ده انا بسميه مسكنات، هو ياخد الكلام ده ويبدا يسكن نفسه يوم ورا الثاني ورا الثالث، بيلاقي نفسه عدى شهور وما عملش حاجه. يمكن الطالب ده انت لو كنت في اول مره جالك ومقصر شديت عليه ونصحته ما يرضي الله، ممكن ما كانش ده الحل اللي وصل له يعني. فانا اتمنى من كل طلابنا ياخدوا بالهم من النقط دي، وزمايلنا المدرسين برضو ياخدوا بالهم من النقط دي عشان ما نظلمش الناس. احنا ناس بنقدم ماده علميه يهمنا مصلحه الطلاب ويجيبوا احسن درجات. فانا اتمنى يبقى دي الفكره بعد كده عن المدرس، مش نضحك على الطلاب ونسرح بيهم، وده يكون عامل مساعد ان الطالب يبقى ما بيدورش على حاجه بره، الطالب بيدور على الماده العلميه وبيذاكر. وان شاء الله يعني تبقى الدفعه 24 الجديده ان شاء الله يبقى احسن ويتعلموا من اخطاء الدفعات اللي فاتت، ونشوف دايما يا رب طلابنا في افضل حال كده، وتكون ان شاء الله الامور احسن بعد كده ان شاء الله يعني. طب يا باشمهندس حضرتك شرفتنا ونورتنا في الحلقه دي، ونتمنى لقاءات اخرى في الحلقات الجايه، واتمنى الناس تستفيد من علم حضرتك ان شاء الله دايما. شكرا لك يا عمرو والله على اللقاء ده، واتمنى ان شاء الله يعني بامكانياتنا المتواضعه دي يكون فعلا الناس استفادوا من الموضوع، وان شاء الله نكون يعني اديناه وحتى نصائح بسيطه ان شاء الله تفيدهم في اللي جاي. واتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله كده، ودايما منور على الشاشه دايما كده ان شاء الله. ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ده بيشجعنا اكمل. ولو حد احتاج اي حاجه، انا مش عايز ده يكون مجرد فيديو خلاص، بل نكون على تواصل دائم طول السنه، فاعملوا لي فولو على انستا اللي هو ده اسم اليوزر بتاعي، هستنكم تكلموني هناك. لو احتجتوا اي حاجه، عندكم اي سؤال حتى لو في المنهج، تبعتوا لي، وان شاء الله دايما على تواصل. وشكرا لي.